السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن زارت مدرسة بن يوسف التاريخية التي تمثل أشهر المواقع الثقافية والتاريخية ذات الطابع المعماري الفريد في مدينة مراكش المغربية، والتي تعد مركزا للتعليم الإسلامي. الزيارة تمت في ظروف جيدة جدا، وقد بدا على السيدة الأولى الأمريكية سرور كبير، وشهد لها به كافة الناس الحاضرين من خلال توديعها لهم ومن خلال جولتها بهذه المؤسسة، بحيث ظهرت منبهرة بهذه المعلمة التاريخية والفن المجسد فيها. وفي مراكش أيضا زارت جيل بايدن جمعية النخيل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والمعنية بالتدريب المهني للنساء المعرضات للخطر، في إطار شراكة قائمة بين هذه الجمعية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يسعدنا أن نرحب بالسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن في جمعية النخيل بمراكش كشريك مهم جدا للحكومة الأمريكية، ولنحتفل بالشراكة بين الولايات المتحدة والحكومة المغربية والمجتمع المدني هنا في المغرب، الذي يدعم قضايا مثل محاربة العنف القائم على الجنس وكذلك تمكين المرأة، ونبني شراكات لدعم النساء ودعم الشباب في المغرب. وألقت السيدة بايدن كلمة أشادت خلالها بتطور جمعية النخيل ودورها في تعزيز حقوق المرأة. اليوم في جمعية النخيل استقبلنا السيدة الأولى الأمريكية السيدة بايدن، اللي جات تشوف واحد المشروع اللي كان مشاركة ما بين جمعية النخيل واليوسيدي. هذا المشروع تيهم خلق واحد المطعم تضامني لفائدة النساء والفتيات اللي في وضعية اقتصادية صعبة. وحلت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن في مراكش، حيث كان في استقبالها في مطار مراكش المنارة الأميرة للا حسناء. جولة السيدة الأولى جيل بايدن في مراكش ركزت على الاستثمارات الأمريكية في المغرب التي تساعد النساء ضحايا العنف وتساعدهن وتمكنهن اقتصاديا. خديجة شاكري، الحرة، مراكش.